استقل السيد الرئيس جمال عبد الناصر لانشا بخاريا من ميناء بورت توفيق قاصدا الى السفينه الحربيه جاليب للاجتماع بالمارشال تيتو رئيس الدوله اليوغوسلافيه. وقد صاحب الرئيس في هذا الاجتماع الساده اللواء عبد الحكيم عامر والجباشي زكريا محي الدين والدكتور محمود فوزي وقائد الجناح علي صبري. واستقبل المارشال تيتو السيد الرئيس وصحبه على ظهر السفينه وتصافح الرئيسان، ثم قدم الرئيس جمال رفاقه الى المارشال تيتو فصافحهم. وصاحب الرئيس اليوغوسلافي سياده الرئيس الى حيث فتش حرس الشرف من البحريه اليوغوسلافيه الذي اعد لاستقباله. وانتقل الجميع بعد ذلك الى الطابق العلوي، حيث قدم المارشال تيتو للرئيس جمال عبد الناصر مرافقيه من قاده يوغوسلافيا ووزرائها. وكانت الجماهير قد استقلت البواخر واللانشات المزينه بالاعلام اليوغوسلافيه والمصريه واعلام التحرير تحيي الضيف العظيم وتهتف بحياه المارشال تيتو والرئيس جمال عبد الناصر وقاده الثوره. وقد اطل عليهم الرئيسان والقاده واخذوا يلوحون بايديهم محيين الدموع الحاشده من الشعب. وانتقل الرئيسان وصحبهما الى الصالون الخاص بالمارشال تيتو، حيث اجتمع الجانب المصري بالجانب اليوغوسلافي. وقد تبادل المجتمعون وجهات النظر والاراء في الحاله الدوليه وفي المسائل التي تهم البلدين. وقد كان هذا الاجتماع التاريخي مشبعا بروح المودة والإخاء. وعندما وصلت السفينة إلى الإسماعيلية ودعا المارشال تيتو الرئيس جمال عبد الناصر وداعا حارا، وأطلقت السفينة مدافعها تحية للرئيس المصري. ووصل الرئيس والقادة إلى رصيف ميناء الإسماعيلية، حيث كانت المدينة تموج بشعبها الذي خرج لاستقبال الرئيس وصحبه، فحياهم الرئيس وشكر لهم هذا الشعور الفياض. واستقل السيد الرئيس سيارة مكشوفة مخترقا شوارع الإسماعيلية التي اصطفت فيها جموع الأهالي كالموج الزاخر تهتف لمحرر القنال وصحبه الأحرار. وأحاطت الجماهير بالرئيس وصحبه من كل جانب، وأبت إلا أن تودعهم إلى خارج المدينة في طريق العودة إلى القاهرة.